عشائر دير الزور تأخذ زمام المبادرة وتتصدى لتنظيم داعش بعد أن بات خطره يقترب إليهم من جديد. سكان قرى الحوايج ومزرعة الرغيب والرغيب في ريف دير الزور الشمالي أصدرت بيانا تهدر فيه دم المتعاونين مع داعش، وأعلنت عن حشد مئات المقاتلين للتصدي للتنظيم لمواجهة هجماته المتوقعة على قرى ومدن دير الزور، انطلاقا من المناطق التي سيطر عليها قرب ناحية الصور وبلدة مركدة بعد هجمات شنها منذ بداية الشهر الحالي. بيان عشائر دير الزور اعتبر أن داعش طعن ظهر الثوار في المناطق التي يسيطرون عليها في مركدة بإعاز من النظام لتخفيف الضغط عنه في جبهة دير الزور، كما استنكر البيان شروط داعش التي يفرضها على من يريد التوقف عن قتالهم، ومنها تسليم السلاح وعدم مقاتلة النظام في أي جبهة من الجبهات إلا بإذن داعش. بانضمام عشائر دير الزور لقتال داعش توسعت دائرة المعارضين لهذا التنظيم كجبهة النصرة والأكراد والجيش الحر وحتى القاعدة التي تصاعد التلاسن بينها وبين داعش هذه الأيام. يا أسود الشام، فقد انتقد زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهر داعش واتهمه بعدم الالتزام بأصول العمل الجماعي وإعلان الدولة دون استئذان، ولم يستبعد الظواهر وجود اختراق من النظام في إشارة لداعش كي يتولى المجاهدون إبادة بعضهم بعضا حسب قوله. تصريحات الظواهر بثت بعد يوم من هجوم غير مسبوق للمتحدث باسم داعش أبو محمد العدناني على قيادة القاعدة، معتبرا أنها انحرفت عما وصفه بنهجها الجهادي. لقد انحرفت قيادة تنظيم القاعدة عن منهج الصواب، إن القاعدة اليوم لم تعد قاعدة الجهاد، فليست بقاعدة الجهاد من يمدحها الأراذل ويغازلها الطغاة ويناغيها المنحرفون والضالون. ليست بقاعدة الجهاد من يتخندق في صفها الصحوات والعلمانيون. خلاف في صفوف المجموعات الجهادية في سوريا حولها إلى تنظيمات متقاتلة، كان الرابح الأكبر من ورائها النظام السوري. زين الفايز، العربية.